وبركاته أحباء الصغار، كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. في هذا اليوم سوف نأخذ الحركات القصيرة والحركات الطويلة، فهيا بنا نتعرف عليهما. حرفنا هو حرف الميم. نريد أن نتعرف على الحركات القصيرة التي توضع على حرف الميم هنا. هل تعرفون ما هي الحركات القصيرة؟ نعم، إنها الفتحة، الكسرة، الضمة. عندما توضع الفتحة فوق حرف الميم كيف يلفظ؟ ما. الكسرة مي، الضمة مو، فأصبح صوت حرف الميم مع هذه الحركات، مع الفتحة ما، الكسرة مي، الضمة مو. نريد أن نتعرف على كلمات تبدأ بحرف الميم، فهيا بنا. ماذا نشاهد هنا في هذه الصورة؟ نشاهد منزلا، وهذه كلمة منزل. منزل، منزل. هل يوجد به حرف الميم؟ نعم، أين مكانه؟ في أول الكلمة هنا، ولكن ما الصوت الذي سمعناه؟ ما، ما. إنها الفتحة، وهذه هي الفتحة ميم، فتحة ما، منزل. والآن نريد أن نبحث على شكل الميم من هؤلاء الأحرف بحركة الفتحة. أين هو ما فتحة؟ ميم فتحة ما. ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد معلمة، وهذه كلمة معلمة. معلمة، معلمة. هل يوجد بها حرف الميم؟ نعم، أين مكانه؟ إنه في الأول ووسط الكلمة، ولكن ما الصوت الذي سمعناه في أول الكلمة؟ مو، معلمة، مو. إنه الضمة، وهذا شكل الضمة. والآن نريد أن نبحث ميم ضمة، أين هي؟ ميم ضمة مو. نأتي إلى الصورة الأخيرة، ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد مفتاحاً، وهذه كلمة مفتاح. مفتاح، مفتاح. هل يوجد به حرف الميم؟ نعم، أين مكانه؟ في أول الكلمة هنا. إذن ما الصوت الذي سمعناه في أول الكلمة لحرف الميم؟ مي، مفتاح، مي. إنها الكسرة، وهذا شكل الكسرة، إنها توضع تحت الحروف. والآن هذا هو ميم كسرة. ميم كسرة مي. إذن عرفنا الحركات القصيرة لصوت حرف الميم. ميم فتحة ما في كلمة منزل، ميم ضمة مو في كلمة معلمة، ميم كسرة مي في كلمة مفتاح. والآن نأتي إلى الحركات الطويلة، هل تعرفونها؟ هي ما تسمى أيضا بحروف المد، ولكن ما هي حروف المد؟ هيا نتعرف عليها معا. هي ألف، واو، يا. ما صوتها؟ آ، أو، إي. والآن نريد أن نتعرف على حروف المد مع حرف الميم. عندما يوضع حرف الألف مع حرف الميم كيف يلفظ؟ ما.
حرف المد الواو عندما نضعه مع حرف الميم يلفظ مو. حرف الياء عندما يوضع مع حرف الميم يلفظ ميم. ما مو مي. والآن نريد أن نتعرف على كلمات بها حرف المد مع حرف الميم، فهيا بنا. ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد ماعزا، وهذه كلمة ماعز. ماعز، ما الصوت الذي سمعناه؟ هل يوجد به حرف المد؟ نعم، أين مكانه؟ هنا في أول الكلمة الملون باللون الأحمر. والآن ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد ليمونا، وهذه كلمة ليمون. هل يوجد بها حرف المد؟ نعم، أين مكانه؟ هنا الملون باللون الأحمر، ليمون، ليمون. نأتي إلى الصورة الأخيرة، ماذا نشاهد هنا؟ نشاهد قميصا، وهذه كلمة قميص. قميص، هل يوجد بها حرف المد؟ نعم، أين مكانه؟ في وسط الكلمة هنا الملون باللون الأحمر، مي. والآن عرفنا حروف المد في كلمة ماعز. في أول الكلمة قد جاء ما، وفي كلمة ليمون، ليمون في وسط الكلمة مو، وقد جاء أيضا في وسط الكلمة في كلمة قميص، قميص مي. هل عرفتم الحركات الطويلة التي توضع مع حرف الميم؟ والآن هل فهمتم الحركات القصيرة والطويلة يا أحباء الصغار؟ مع السلامة.